بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وتبعهم بحق وصدق إلى يوم الدين. أحبابنا الكرام، والله إن قلوبنا لتحزن لفراق مواطنينا الذين كتب الله عليهم الموت بهذا الوباء، ولكن عزاؤنا أننا نحتسبهم شهداء عند الله، نحتسبهم شهداء عند الله بفضل الله ومنه وكرمه سبحانه وبحمده. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، وفي زيادة: والغريق شهيد. وعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه سيدنا الإمام البخاري. إذن ثبت لنا أيها الأحباب من خلال هذه الأحاديث الشريفة أن الميت بالطاعون شهيد، والطاعون ليس هو هذا الوباء ولكنه مثله، فلا فرق بينهما من باب القياس. إذن فنحتسبهم إن شاء الله تعالى شهداء عند الله بمنه وكرمه، ونستغل هذه الفرصة لنتوجه إلى الله فنقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آنس في القبور وحشتهم، وأنر فيها ظلمتهم، وارحم فيها غربتهم. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ارفع درجاتهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم اجعل ما نزل بهم من هذا الوباء رفعة لمنازلهم في جناتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم من أهل الجنة يا ذا العطاء والمنة. اللهم اجعلهم من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم إنهم نزلوا عندك وأنت خير منزول عليه وأبر مسؤول ما لديه، نسألك يا رب أن تجعل جزاءهم رضا منك لا سخط بعده أبدا، وأن تبيحهم النظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بحق لا إله إلا الله. كما نعزي أهليهم وذويهم، سائلين الله تعالى أن ينزل على قلوبهم برد السكينة والرضا،
واليقين، وأن يصبرهم وأن يخلفهم خيرا، إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. أما بالنسبة للمتوفى به فإذا أمكن تغسيله ولو بصب الماء فقط ولو من بعيد وجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك فإنه يلف عليه كيس من البلاستيك مثلا ويجعل كفنه فوق ذلك، وإذا لم يمكن نزع ثيابه عنه يخلى في ثيابه. وأما الصلاة عليه فكالصلاة على الجنائز كلها، إذا أمكن أن يصلى عليه في المقبرة ولو قليل من الناس يصلون عليه مع مراعاة شروط الوقاية التي بيّنتها الجهات المختصة، ولو أن يكون هناك يعني أشخاص قليلون، فإن ذلك يؤدي فرض الكفاية ويجزئ. كذلك مثلا أن يصلى عليه في المستشفى من حضر من الأطباء أو من الممرضين، من حضر فهو يجزئ إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، أحبابي من المواطنين والمواطنات، نحن نعيش في أيام ملحمة ومرحمة إن شاء الله. هذه الملحمة وهذا الجهاد المقدس الذي يقوده صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه وحماه وصانه، ويجب على الكل أن يكون جندياً خلف صاحب الجلالة كل من موقعه، وأن نمتثل للأوامر التي تصدر من الجهات المختصة وأن ننفذها إن شاء الله بحذافيرها. وعلينا كذلك أيها الأحباب الكرام أن نقصد باب الله سبحانه وتعالى، فإنه الباب الذي لا يسد وقاصده لا يصد عنه ولا يرد، أن نلتجئ إلى الله بالتوبة النصوح القاطعة للصلة بالآثام، وبالتضرع 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 إلى الله مخلصين مخلصين متوجهين إليه وحده، وبكثرة الاستغفار وبكثرة الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وبالصلاة على النبي الإمام المختار صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن انتظار الفرج عبادة، انتظار الفرج عبادة، كما أبشركم إن شاء الله بأن الفتح والنصر قريب والفرج قريب. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، فسبحان من لا يطيل على عباده الكروب ويزيلها عنهم إذا توجهوا إليه بقلوب خالصة. فأكثروا من التوجه إلى الله آخذين بالأسباب الشرعية والأسباب التي دلتنا عليها الجهات الخبيرة في هذا المجال، وأبشروا بكل خير، وأكثروا من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله يقول عقبها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعليكم بكلمة أو جملة حسبي الله ونعم الوكيل، فليست هنالك كلمة أقوى من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الذي يقولها وهو يستحضر عظمة الله وسعة رحمته وإحاطة قدرته يمتلئ طمأنينة ويقول بملء قلبه ولسانه حسبي الله ونعم الوكيل. إنها الأمان من كل مخوف والنجاة من كل كرب والعدة لكل بلاء والأهبة لكل عطاء. يقول ربنا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين رمي به في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.
فابذلوا ما عندكم من أسباب ثم الزموا الباب باب رب الأرباب كي يدخلكم إلى الرحاب التي من دخلها أمنه الله من الآلام ومن الأوجاع ومن العذاب ومن الأوصاب. وكونوا على يقين بأن الفرج قريب، الفرج قريب بإذن الله. فبلدنا بلد مباركة وفيها الأخيار وفيها العلماء وفيها المصلحون وفيها العلماء الذين يدعون إلى الله ويدعون إلى التوحيد ويدعون إلى معرفة مكارم الأخلاق، والذين يدعون إلى معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يصلون عليه آناء الليل وأطراف النهار ويتلى فيها الكتاب آناء الليل وأطراف النهار، وفيها العباد أصحاب قيام الليل، وفيها الصائمون وفيها المنفقون وفيها الأخيار. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، سألك أن تحفظ إمامنا وولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم اكلأه بعينك التي لا تنام، وأدخله في كنفك وسترك ورعايتك، وكل من مد إليه بسبب ونسب. اللهم ارفع هذا البلاء عن المسلمين في كل مكان، اللهم اجز عنا خير الجزاء، الذين في الصفوف الأولى كل من موقعه من أمن ومن قوات مساعدة ومن جيش ومن أطباء ومن ممرضين ومن عمال النظافة وكل هذه المنظومة. فأسألك يا مولانا أن تحفظ الجميع وتستر الجميع وتخرجنا بإذن الله سالمين غانمين قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.